كل عام نحن لاباس وتونس لاباس وديما ندورو فيها وديما مزيانه وان شاء الله نشوفوا فيها برشا توريست في الصيف وفي المناسبات الكل، وان شاء الله صغارنا يكبروا ويعرفوا قيمتها ويقعدوا ديما مستحفظين عليها. ديما تاريخنا هو اللي باش يخلينا عايشين وديما باش يخلي عندنا صيت كبير في بين بلدان العالم الكل. يجوا المدينة العابرة و فما برشا مباني كبيرة وهي مزيانة على الاخر، نخليوها نظيفة وما نضروهاش. صحة شريبتك. صحة شريبتكم. شنو جيت تعمل؟ اليوم الاولاد، انا ولدي هو اللي شاد صحيح باش يجي للمدينه العربي، يحب كل عام يعمل دوره في اول رمضان وفي اخر رمضان، يحب يشوف الفرق، يحب يشوف المباني القديمه، يحب يكتشف، هذاك علاش انا جبته اليوم. نحب المدينه العربي، واليوم اغتنمت الفرصه باش نجي للجامع الزيتونه، وانا عجبني على الاخر جامع الزيتونه، انا ما نعرفوش، اما اليوم جتني فرصه باش نجي وجيت وهو مزيان على الاخر. حبيت جامع الزيتونه بركه في المدينه ولا المدينه الكل؟ المدينه الكل. شنو ابرز حاجه عجبتك؟ شنو اكثر حاجه جبدتك في المدينه؟ الجامع الزيتونه. خلاف جامع الزيتونه، شنو اكثر حاجه لفتت لك انتباهك وعجبتك؟ مباني. المباني والبيبان؟ اي. عملت تصور ولا؟ اي. ها؟ عملت تصور ولا؟ عملت تصور. خليهم ذكرى؟ اي. شريت جواجم ولا؟ اش معناتها جواي؟ مازالت ما اكتشفتش قلها شو. اكتشف الجواجم هو اللي. اي. قل ماما باش يشري لنا جواجم. ما اشتري لي جواجم. باهي على خاطرك، كيما ظهرت في التلفزه على خاطرك، كيما ظهرت معاهم على خاطرك، باش نشري لك جواجم زاد على خاطرك. باش تعمل دوره باش تشري لك جواجم، شنو تحب تعمل اخي؟ نزيد ندور نكتشف. دور وتكتشف انت. يقولوا لك اوصف المدينه العربي، بشنو تنجم توصفها؟ مزيانه على الاخر. مزيانة، شنو الطابع اللي نجمو نقولوا تتميز به المدينة العربي اليوم؟ باش تنجم تتميز، شنو تختلف المدينة العربي على بلايص أخرين نمشي ولها؟ شنو إحساسك كي تجيها المدينة العربي؟ شنو الإختلاف بين المدينة العربي وبين البلايص الأخرين اللي نمشي ولهم؟ المدينة العربي أحسن من البلايص الأخرين. في شنو أحسن؟ في مثلا المباني محلاها، مثلا المباني محلاها وكبيرة على الاخر. العباد انت هكا تبدا برشا عباد تمشي وتجي. اي اي. وخوك كيفك يحب الاكتشاف ولا انت بركة تحب تكتشف؟ انا اخويا. ساكت هو ماهوش قاعد يعبر. يوسف يجي يعبر. بفضل امك. تحب تمشي، تحب تكتشف المدينة بركة ولا بلايص أخرين؟ بلايص أخرين، بلايص أخرين. شنو هو مثلا؟ كيما جربة. مشيت سيدي بوسعيد ولا؟ أي مشيت، أي كيما سيدي بوسعيد زاد. كيما في شنو تشترك المدينة العربي مع سيدي بوسعيد؟ البيبان. والمباني. والطابع القديم نتاعها. والطابع كيف كيف، هما كيف كيف بالضبط. سمعت يوسف اش قال لك؟ الخطاب على الباب. اي مشيت الخطاب على الباب انت؟ سقيفه. اي مشيت. مشيت لوين؟ للسقيفه. مغروم بالتاريخ وبالمدينه العربي. اي. تشجع الصغار اللي كيفك باش يجيو للمدينه ولا؟ اي نشجع. قول لهم. يجوا للمدينة العابرة و فما برشا مباني كبيرة وهي مزيانة على الاخر. وشنو لازمنا نعملوا لها المدينة العربي باش تقعد ديما مزيانة؟ نخليوها نظيفة وما نضروهاش. نحافظوا عليها. نحافظوا على جماليتها. اي. يقول انت. نحافظوا على التراث. شنو كلمة الختام مدى؟ كلمة الختام إن شاء الله كل عام نحن لاباس وتونس لاباس وديما ندورو فيها وديما مزيانة، وإن شاء الله نشوفوا فيها برشا توريست في الصيف وفي المناسبات الكل، وإن شاء الله صغارنا يكبروا ويعرفوا قيمتها ويقعدوا ديما مستحفظين عليها. إن شاء
على الوالدين باش يجيبوا صغارهم ويوريوهم تاريخنا والمدينة العتيقة. انا ديما نشجع الوالدين على اي حاجه فيها الطابع التونسي وفيها التاريخ نتاعنا وفيها المميزات نتاع التوانسه، ديما نشجع الناس باش تجي وتكتشفها وتحافظ سورتو عليها وتقعد فيها وتشجع اولادها انها تعرف القيمه واي سورتو تعرف التاريخ نتاعها، خاطر ديما تاريخنا هو اللي باش يخلينا عايشين وديما باش يخلي عنا صيت كبير في بين بلدان العالم الكل.